السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصدر في الزمالك يحسم مصير حسام عبد المجيد. علق مصدر من داخل نادي الزمالك على الأقاويل التي قيلت بالأمس والخاصة بحسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي. اللاعب متواجد حاليا مع بعثة منتخب مصر الأولمبي ويستعد لخوض نهائي بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما غدا أمام المغرب. وكيل اللاعب حسام عبد المجيد خرج بالأمس وأكد أن اللاعب يمتلك عدد من العروض الأوروبية وصلت إلى الزمالك، وهو ما حرص مصدر من النادي على التعليق على هذا الأمر، حيث نفى المصدر وصول أي أوروبية إلى اللاعب حسام عبد المجيد للرحيل بنهاية الموسم الحالي. وأكد المصدر أن المدير الفني للزمالك الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو متمسك باللاعب ضمن صفوف الفريق في الموسم الجديد لأنه يعتبره من القوام الأساسي للفريق. وأشار المصدر إلى أن مجلس إدارة النادي يسعى خلال الفترة القادمة لتعديل عقد اللاعب في ظل المستوى المميز الذي يقدمه مع الفريق. الزمالك استعد لمباراة فيوتشر غدا السبت ضمن منافسات الأسبوع 33 من عمر منافسات الدوري الممتاز.